أنا أي واحد ما أخسر أحد أبداً. ما عمري خسرت ولا عمري طلعت من جروب أحد زعلان ولا يعني أني ما أزعل، أزعل، لكن عندي قاعدة أني مهما أخطيت علي أنا أسامحك لكني أغير رتبتك. يا سلام. مو بالضرورة ليش أقطعك، ليش أقطع العلاقة وليش ما عاد أكلمك ولا تكلمني، ولكني أغير رتبتك. ما في شيء لك حقوق، يعني تنزل حقوقك دائرة أو تذهب إلى دائرة أرى أنك الآن تستحقها. أنا أي واحد ما أخسر أحد أبدا. ما عمري خسرت ولا عمري طلعت من جروب أحد زعلان ولا يعني أني ما أزعل، أزعل، لكن عندي قاعدة أني مهما أخطيت علي أنا أسامحك لكني أغير رتبتك. يا سلام. مو بالضرورة ليش أقطعك، ليش أقطع العلاقة وليش ما عاد أكلمك ولا تكلمني، ولكني أغير رتبتك. ما في شيء لك حقوق، يعني تنزل حقوقك دائرة أوسع، تذهب إلى دائرة أرى أنك الآن تستحقها.